نولد معكم مستر جيم، كان مشمت انا في فيديو جديد. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش تكملوا تستعملوا الادوب بريمير برو سي سي. قصينا عليها صحيح، اما رجعنا باش نكملوا لي سيري هذيا. عملنا تقريبا 3 أو 4 حلقات وهذه ظهر لي الحلقه الخامسه. دونك فيديو اليوم من غير ما نطول عليكم باش نوريكم كيفاش تعملوا سلو موشن اللي هي رالونتي، كيفاش تعمل رالونتي والا الاكسلراسيون في فيديو، معناها سبيد واللي يزرب والا يصغر، قصدي نعملوا سلو موشن. دونك بار اكزومبل نحبوا ناخذوا البارتي هذه، ناخذوا البارتي هذه لهنا مثال، نحبوا نعملوا لها slow motion. بي شوفوا هو الفيديو من الأول. دونك البارتي هذه من لنا باش نجربوا باش نعملوها مع slow motion. بي نجيو نكليكيو عليها وبال بالجوش تاع السوري. دونك نمشيو للفيتيس دوري، دونك نلقاو هنا 100%، نلقاو هنا 100%، نعملو مثلا هنا 200، انتهي 100%، راح نعملوها مثل 200، نقصو هنا باش نعملوها سلو موشن نحطو مثل 10. اوكي دونك كيما تشوفوا زين على الاخر تولي وترجع عادي. بالنسبه هنا للسلو موشن هنا باش نجربوا نشوفوا كيفاش نعملوا رالونتي، قلت رالونتي سموني اكسيليراسيون على سبيد على الاخر تولي يزرب الفيديو. جيو كلاد نكليكيو عليه بالجوش بتاع السوري فيتيس دوغي مثل 100%. اذا باش تعملوها سلو موشن رونتي معناها تهبطو اللوطة معناها من 100 وانتي هابط، اذا باش تعملوها معناها اكسلراسيون بتاع الفيديو من 100 وانتي طالع مثلا نحطو 250. اوكي دونك ريتو كيفاش صغار طولو معناها مثل كيما هاكا تمشي. دونك كيف ما شفتوه هنا يرجع عادي. دونك نشوفو في نقف هنا. دونك كيف ما شفتو نفس الشيء، نفس الشيء غير برك معناها السبيد تاع الفيديو الدوغي بتاعو نقصت. دونك توا نوصل لاخر فيديو نتاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. وما تنساوش تعملوا لايك كومونتير شير سبسكرايب، شير نتاعنا نتلاقى في الفيديو الجاي. بخير كامل، نقولكم سلام.